السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتعرف ازاي نتحكم في شكل الجوين بتاع الحوايط. يعني على سبيل المثال خلينا نرسم حوايط بالشكل دوت اهو، على شكل مثلث او اي شكل انت عايزه اهوت. تمام، نلاحظ ان هو عمل اوتوماتيك جوين بين الاتنين دول. ممكن لو انت جيت هنا وقلت له ليش الاو جوين، وجيت على ده وقلت له ديس الاو جوين او واحد فيهم كفاية، هتلاقي ان ده بقى حيطه وده بقى حيطه، بس الاثنين ما يرتبطوش ببعض. لازم تخلي ده اللو جوي، وبعد كده هتلاقي ان هو اوتوماتيك بيده يرتبط مع بعض. طيب لو انا جيت هنا من موديفاي وقلت له انا عايز اتحكم في الول جوي، خلي بالك شكلها عامل ازاي. اول ما هتدوس هيبدا يفترض ان الحته دي مكمله شويه. طيب ممكن تقول له نيكست، الحته الثانيه هي اللي هتبقى مكمله. هنا ممكن تتحكم في ان هما الاثنين يبقوا قد بعض. هنا هيبدأ يخلي دي مثلا هي اللي قافل عليها زي عمودية او العكس. تمام، ممكن تقول له كلين جوين ما يظهر لكش الجوين، او دونت كلين جوين، او تقول له يوز فيو سيتنج حسب الاعدادات اللي موجودة هنا. طيب ممكن تقول له اللو جوين او ديس اللو جوين. تمام، الاختيارات كلها متاحة حسب ما انت عايز. طيب نفترض ان الجوين موجود هنا وانا عايز اقطع حته معينه في حيطه، ساعتها تلاقي ان انت الحيطه عندك في التصميم مقطوعه، او انت عايز تخلي في قطع هنا بس مش قادر تتحكم فيها. اعمل الموضوع ده ازاي؟ طيب انا هستعين بريفرنس بلان، لان انا عايز اعمل شغل حقيقي اهو. فرض ان انا عايز اقطع الحته ديت من الحيطه دي، عملت ريفرنس بلان عشان تتعمل مظبوطه. هاجي لفيو ولا عندي حاجه اسمها قط بروفايل، اختار الحيطه اللي انا عايز اقطع منها، وبعد كده ابدا ارسم الحته اللي انا عايز اقطعها بالشكل دوت واقول له اوكي، فيبدا يقطعها لي زي ما انت شايف. برضه عايز تقطع حته ثانيه اقطع حته ثانيه، مش مشكله خالص. طيب فرض ان انا عايز برضو اقطع حته بشكل مختلف، وليكن مثلا عندي حاجه مثلا لو انا قلت له من خلال انوتيت ان انا عندي ديتيل لاين مثلا شكل قوس مثلا، حاجة بالشكل ده. طيب اقطعها ازاي ديت؟ نفكر مع بعض. طيب نروح لاركتكتشر كومبوننت موديل ان بليس، واختار قبول. تمام، واقول له اوكي، وبعد كده اقول له انا عايز اعمل بويت اكستروشن، واقول له هات لي الحائط دوت، وبعد كده ابدا ارسم الفراغ بالشكل دوت. تمام، وازود صفر هنا مثلا، واقول له انا هبقى في 3D. بالشكل دوت. وبعد كده ممكن تقول له قط، وتقول له الحيطه ديت هقطعها مع الحيطه دي، فيعمل لي قط بالشكل دوت. تمام، طبعا ده بويت عادي، يعني مش ممكن نخفيه في اي وقت، مش مشكله خالص. تمام، والخط ده برضه مش محتاجين، عمل لي قط بشكل اللي انا عايزه زي ما انت شايف.